مشاهدينا مشاهدي طقس العرب في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنستعرض سويا الأحوال الجوية التي سادت المملكة مساء يوم الثلاثاء ويوم أمس الأربعاء واليوم الخميس. هذه الأوضاع الجوية التي سادت المملكة العربية السعودية أدت إلى سقوط زخات رعدية من المطر في كثير من المناطق، خاصة المناطق الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الوسطى والمناطق أيضا الشرقية وجزء من المناطق الشمالية. هذه الأوضاع الجوية أدت أيضا إلى نشاط سرعة الرياح السطحية وأثارت الأتربة والغبار في كثير من الأماكن، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحيانا بشكل واضح. السبب في ذلك هو تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. سبب حالة عدم الاستقرار الجوي هذا هو تأثر المملكة برياح بكتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب. هذه الكتلة التقت مع كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العليا، أدت إلى نشوء وتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي. هذه الوضعية الجوية أي حالة عدم الاستقرار الجوي سيستمر تأثيرها على المملكة حتى مساء يوم الأحد القادم بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة يوم غد الجمعة، بنلاحظ أنه هذه الأمطار أو الأمطار الرعدية ستشمل المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الوسطى وجزء قليل من المناطق الشرقية، لكن يوم غد الجمعة سيكون وضع الأمطار أخف، والمناطق التي ستسقط بها الأمطار الرعدية ستكون أقل من المناطق التي تأثرت بها هذا اليوم. أما الأوضاع الجوية المتوقعة يوم السبت، فيمتد تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي مرة أخرى إلى المناطق الشمالية والوسطى وجزء من المناطق الشمالية الشرقية. هذه الأمطار تكون رعدية مصحوبة بالعواصف الرعدية، وتكون أيضا أحيانا مصحوبة بالبرد، وأيضا بتكون مصحوبة باشتداد لسرعة الرياح، وبالتالي تثار الغبار والأتربة، وهذه الوضعية أيضا تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. يوم الأحد القادم يستمر أو تنتشر أو يتسع تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي لتشمل المناطق جزء من المناطق الجنوبية الغربية وأيضا المناطق الوسطى بما فيها الرياض، وبنلاحظ أن العاصمة الرياض ستتأثر أكثر من غيرها في الأماء في حالة عدم الاستقرار الجوي، وتتكرر أو يتكرر سقوط الأمطار الرعدية فيها في معظم الأوقات، وأيضا تشمل أيضا مرة أخرى المناطق الشرقية بما فيها الدمام والجبيل وحتى الكويت ومنطقة حفر الباطن. وزي ما حكيت هذه الأمطار تكون أحيانا غزيرة ومصحوبة بالبرد والرعد وأيضا البرق. أما سلوك درجات الحرارة خلال الأيام القادمة في العاصمة الرياض والأحوال الجوية فسيكون بالشكل التالي. يوم الجمعة بتكون درجة الحرارة العظمى بحدود 27 إلى 28 درجة مئوية، بيكون الجو غائم جزئي وفي عنا فرصة لسقوط زخات رعدية من المطر أحيانا. يوم السبت أيضا بتكون درجة الحرارة العظمى المتوقعة بالرياض بحدود 27-28 درجة مئوية، وبيكون الجو غائم جزئي بوجه عام، والفرصة أيضا مهيئة لسقوط زخات رعدية من المطر. يوم الأحد هي اليوم اللي بتكون الحالة الجوية بتعود بشكل عنيف، والأمطار غزيرة والرياح شديدة وإثارة الغبار في كثير من الأماكن في المملكة العربية السعودية، وأيضا أهم شيء أنه تميل درجات الحرارة إلى الانخفاض خاصة في فترة ما بعد الظهر ويوم الاثنين، بحيث أنه يكون الانخفاض يوم الاثنين بشكل واضح وملموس، ورايحين نشعر بالبرودة وأيضا تثار الغبار بشكل واضح وكبير لدرجة أنها تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير وخاصة على الطرقات.
يوم الاثنين اهم شيء انه تخف حالة عدم الاستقرار الجوي، لكن بتكون الرياح نشطة ومثيرة للغبار. التحذيرات والنصائح اللي بنحذر منها وبننصح فيها جميع الإخوة المشاهدين بحيث يتم اتباعها خلال فترة هذه الأحوال الجوية، أول شيء هو خطر، أو بنحذر من خطر تشكل السيول في أجزاء عديدة من المملكة، وأيضا من ارتفاع منسوب المياه في طرقات بعض المدن في المملكة السعودية بما في ذلك العاصمة الرياض كنتيجة لغزارة الأمطار وشدتها. اثنين، بنحذر أيضا من الاقتراب من مجاري وأماكن السيول والأودية وأماكن تجمع المياه، لأن ذلك يشكل خطرا على الممتلكات والأرواح. والتحذير الثالث، نحذر من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وكبير وربما انعدامها نتيجة الغبار والأتربة المثارة بسبب شدة الرياح والعواصف الرعدية. التحذير الرابع، من خطر الصواعق وشدة العواصف الرعدية وما يصاحبها من تساقط للبرد بشكل قد يسبب الأضرار للمزارع والممتلكات. الخطر الخامس، خطر اضطراب البحر وارتفاع الأمواج كنتيجة لاشتداد سرعة الرياح وأيضا حالة عدم الاستقرار الجوي في كل من الخليج العربي وأجزاء من البحر الأحمر. نتمنى للجميع السلامة، وإن شاء الله تمر هذه الأحوال الجوية على خير وبالسلامة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله.